المصائد الفرمونية. هذا المصائد الفرمونية، هذا الفرمون، هذا الفرمون الجاذب لذبابة الفاكهة. طبعا الفرمون الجاذب لذبابة الفاكهة نفتحه ونخلي داخل المصيدة. طبعا في مكان داخل المصيدة مثل ما نشوف، نفتح ونخلي داخل. ايوه مسكر، يمكن على هالشكل يتعلق في الشجرة وعلى طول يجذب جميع الذباب الموجود حوالين الأشجار. نحضر، شوف ذبابة الفاكهة بشكل واضح جذبتها ريحة الفرمون. لحد الحين ما علقناهم في الشجر، بس مجرد قاعدين نجهزهم. نشوف ذبابة الفاكهة شلون تجمعت. هذا الفرمون له فترة صلاحية، أغلبيته تمتد لشهور، سواء كان 3 شهور بعضهم شهر. كل اللي علينا نستبدله، استبداله يكون سهل من هالفتحة دي. نطلع القديم نقدر نستخدم الجديد. شوف هذا قبل نخليهم على الأشجار، شوف الريحة جذبتهم كامل. راح يدخلون داخل خلاص. نبدأ الحين بتركيب المصائد الفرمونية على الشجر. راح نشوفها بفترة بسيطة بس النتائج. راح يعمل الفرمون على جذب ذباب الفاكهة اللي حوالين الشجر. طبعا نكتفي، شوف على طول هذا وانا اتكلم وانا اصور. شوف 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 احنا في مزرعة حسين نكتفي ذباب المصائد الفرمونية على شجرة وترك. يعني فرمون لكل شجرتين. شوف على طول جه، سبحان الله. يعني لو تك الكاميرا هنا مجرد بس ربع ساعة راح نشوف يمكن بالمئات. احنا في مزرعة حسين دائما، وبتوصية من الأخ حسين دائما يوصينا ننقل لكم كل شيء نقوم فيه في المزرعة على اساس تستفيدون منه. دائما نسأل الله ان يقدرنا ان ننقل لكم الفكرة الصحيحة والمعلومة اللي راح تفيدكم ان شاء الله في زاركم. نسأل الله دائما التوفيق لنا وللجميع، فلذلك دائما نحرص على نقل كل شيء نقوم فيه في المزرعة على اساس الجميع يستفيد منه، الجميع يقدر يستفيد من الفيديوهات اللي قاعد نصورها لكم. والله جماعة يحضرون، شوف شلون تجمعت ذبابة الفاكهة. هذا واحنا نحضر فقط، لحد الحين ما خليناهم على الشجر. نشوف هذا الحشرة الضارة. شوف يا الأخ محمود شلون نركب الفرمون. مشكله اخوي محمود هالذبابه ذي مشكله كبيره، تروح لنا محصول كامل. طبعا بالذات نتكلم عن وقت الثمار، وقت اللي موجود فيه الثمر هني سلبيه واضرار ذبابه الفاكهه تبين واضح، لانها هي عدوه للثمر. طبعا ما نتكلم عن اللوز، احنا نصور اللوز اليوم، لكن نتكلم بشكل عام يعني على 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 التين مثل الشيء، على مثل الكنار. ذبابة الفاكهة مشكلة كبيرة وآفة للأسف تقضي على محصولنا كامل. يفضل وضع المصائد الفرمونية مبكر، يعني مثل ما نشوف احنا تقريبا من شهر 5 أفضل ما نتأخر عليها على أساس الثمر ما ينضج وبعدين تيلا ذبابة الفاكهة وبعدين خلاص وانت لاحق. يفضل في هذه الفترة من الموسم على أساس الثمر ما زال يعني خضر غير ناضج. عدم مكافحة من الحشرة راح يسبب لنا ضرر على الثمر بشكل عام. احنا اليوم نتكلم عن حشرة واحدة اللي هي ذبابة الفاكهة وطريقة مكافحتها عن طريق المصائد الفرمونية. قلنا هي تتغذى على النسيج الداخلي للثمر.
طبعا مو في هالحاله، لا نتكلم عن الثمر وقت ما يكون جاهز للقطف، وقت ما يكون ناضج. هني تاثر عليه بشكل اسرع اللي هي ذبابه الفاكهه. هذا طبعا يؤدي على خفض كميه الانتاج كما ونوعا. هذا المصيدة الفرمانيه راح يتعفن لنا الثمر، راح تسبب ذبابه الفاكهه العفن. طبعا هذا العفن راح يجذب لنا يعني حشرات اخرى غير ذبابه الفاكهه. بعد اعراض الاصابه راح تكون واضحه، راح تكون مثل الوخزات مثل الثقوب الصغيره على جسم الثمر، يغير اللون حوالينها حوالين الوخزه، وكذلك راح نشوف ليونه في الثمر. هذه نوع اخر من المصادفه. طبعا شكله يختلف عن الشكل اللي صورته قبل شوي. هذه تكون فتحه واحده بالاسفل. اللي صورته قبل شوي لا، فتحتين على الجوانب على الاطراف. قبل شوي تركناها، هذا اللي خلى فيها محمود. ما شاء الله هذا بقى لا داخل، والله في برا في داخل. شوف يدخل داخل ما يقدر يقاوم رائحة الفرمون، جاذب له، يدخل داخل خلاص. مثل ما نشوف نحبسه كلهم يجمعون على الفرمون اللي داخل. نشوف خلصنا الحين من الأشجار الكبيرة، نبدأ في الأشجار الصغيرة. هذه الأشجار للعامة الكبيرة. صحكم هالمصائد هذه.